هو الحاجة الأولى هي ما عندناش مغطيات إحصائية تاع 2020-2021 واللي كتخرجها كتخرجها اللي كاينة عند وزارة الداخلية عندها ديريكسيون دي دروا دي ليبرتي بيبليك. دونك في غياب هذه الإحصائيات يصعب أن نتكلم على صعود وتيرة أو الهبوط الوتيرة تاع الاحتجاجات. وإنما اللي نقدر نقوله هي وصلت البيك تاع الاحتجاجات في 2017-2018 وصلت حتى 12-13 ألف احتجاج في السنة. من بعد 1920 كتعرفوا كانت كورونا ما كانش يسمح بالتظاهرات ولا حتى باللقاءات ولا حتى العلاقات الاجتماعية تهرسات في واحد الوقت تاع 5 شهور للشهور لسبع شهور اللي دامت فيها كورونا. دونك ما كانوش مظاهرات ما كانوش احتجاجات، كتبقى لنا 21 و22 هي اللي ما عندناش فيها المعطيات. كنت شفت شي معطيات، سولت البارح عبد الرحيم اريري من بعد اللي دار هذاك الفيديو، سولته واش الرسميات اللي قال هو واش الاحصائيات اللي قالوا على الاحتجاجات. البارح كان دار واحد الفيديو اللي كيتكلم فيه على 11000 احتجاج في 2022 وكانت 2020 كيقول 8000. هاد نفس الرقم لقاو في 2019 11000 اللي تسجلات او اقل اقل شيئا ما من 11000. دونك الوتيره واش تبدلات؟ ما تبدلاتش الوتيره. اللي كان في 2016-2017-2018 هي كانت احتجاجات اللي كثيفه كثيفه جدا واللي خلات الرقم تاع الاحتجاجات يطلع حتى ل 15000 ولا 14000 بين 14 و 15000 في السنتين. علاش؟ لحقاش كانت جوج المسائل اللي مهمين. كان احتجاج تاع الحسيمه 2016 و 2017، وكنعرفوا الاحصائيات غير في اقليم الحسيمه وحده على ما كيقول وزارة الداخلية كانت تقريبا 800 احتجاج في هذيك 4 شهور ولا 5 شهور اللي دامت فيها المظاهرات. وكيقولوا حتى في الجنوب مع الاحتجاجات اللي كانوا في زاكورة في نفس الوقت وفي جرادة، هذو كلهم طلعوا من الوتيرة. والحاجة الثانية اللي طلعت من هذه الوتيرة في 2016-2017-2018 هي ما يسمى بالأساتذة المتعاقدين. هذوك الأساتذة المتعاقدين كانوا تقريبا كل يوم كيخرجوا في عدة مدن، فهمتي؟ إلا خرجوا في طنجة، يخرجوا في الدار البيضاء، الرقم كذلك الوتيرة كتطلع. دونك من بعد كورونا 2021-2022 هاد الاحتجاجات ما بقاوش. الحسيمة عرفتوا اشطر فيها، دونك تحبسوا الاحتجاجات، الناس تحاكموا الى غير ذلك. والحاجه الثانيه هي الاساتذه المتعاقدين حتى هما تقريبا اندمجوا، لحقاش كاين هناك حوار مع الحكومه اللي بدا قبل من كورونا، والان الوضعيه تاعهم كتصاوب كيف، حتى الاحتجاج تاعهم ضعف بزاف. لا يعني هذا ما كاينش احتجاج، باقي كاين دعوه للاضرابات كاين هذا، ولكن ما بقاش احتجاج في المجال العام حتى هو نقص. لذلك كنقول في 2020 ربما الوتيره في غياب الاحصائيات والمعطيات اللي قلت لك قال اريري البارح، عبد الرحيم اريري في الفيديو تاعو، دونك نفس الوتيره اللي كانت قبل هي اللي غادي خصها تكون هي اللي كاينه في 2021 و2022. اللي نسيت ما تكلمتش عليه هي نشوء الجبهه الاجتماعيه المغربيه في 2019، واللي صادفات جوست من بعد 2020 كما قلنا كورونا كانت تمنع كل مظاهره ولا كل وقفه ولا كل خروج حتى من البيت. دونك هادو مؤسسة جديدة اللي فيها نقابات، فيها السيدتي مثلا، فيها أحزاب اليسار البي اس يو، الام دي اش، جمعية حقوق الإنسانية غير ذلك، هادو كلهم كونوا بيناتهم واحد المؤسسة اللي اسمها الجبهة الاجتماعية المغربية، واللي هدفها هو المظاهرات والوقفات ضد غلاء المعيشه. فهذو كانوا وقفات
الى بغيتي وقفات محتشمه في الاول، اخر وقفه كان فيها تقريبا على ما يقال 3000 بين 3000 و4000 اللي رقم اللي ماشي اللي ماشي كثيف، ولكن من الاحسن من الاول. دونك كاين غلاء المعيشه، كاينه ازمه هذا، ولكن لا يصادفها بالضروره كما العاده، ماشي حقاش كاينه ازمه غادي تكون وقفات احتجاجيه، ماشي كاين غلاء المعيشه راه بصفه ميكانيكيه غادي تكون غادي يكون احتجاجات. والحال كل المغاربه مضطرين كلهم، زعما الا خديتي فرد فرد كلهم غضبانين على الوضعيه، ولكن هذا الغضب الفردي لا يؤدي الى غضب اجتماعي، اي وقفات او يمكن يكون نهب كما شناه، والنهب ولا الا بغيتي انتفاضات، ولو ان الكلمه غليظه، النهب اللي كان قليل، كان معزول، كان هذا، ولكن كان اللي هو الى بغيتي مساله اللي تلقائيه لهذا الغضب، ولكن هذا ما نعموش. كانت وحده في نظري اللي شفت لي فيديو تاعها في شي بلاصه في مكان قروي.